انا اساسا اسوي لها علاج. والسيلف ليميتنج مو مثل الانفلونزا والكولد وغيره اربع ايام خمس ايام ويطيب، لا، هذا ياخذ سنه او سنتين، يلا شو يصير تروح المشكله. فعلى هالاساس احنا لازم شو نسوي لها تريتمنت. الشغله الاساسيه انه الهيومن بابيلوما فايروس بي هوايه سب تايبس، يعني مو نوع واحد، اكو انواع يقولون عليها هاي ريسك هيومن بابيلوما فايروس، اكو شنو اللو ريسك. يعني احنا من الهاي ريسك هيومن بابيلوما فايروس نلقى فايروسز ممكن تؤدي الى كانسر بالنهايه. هاي احنا ما لنا علاقه بها، احنا شنو التريتمنت مالنا ويا اللو ريسك اللي تسوي لنا الوارتس. من يجي البيشنت بالصيدليه نجي نباوع، اول شيء نشوف الايج مالته. طبعا البيك ايج مثل ما تشوفون هذا اللي هو اعمار المراهقين من 12 الى 16 سنه، رغم انه هي تصير تقريبا في كل الاعمار. الاعمار اللي صغيره احنا شو نسوي لها ريفيرال اربع سنين وجوه، لان هاي ريكواير شنو سبيشال تريتمنت، مو انه احنا والكير مالتها يختلف. والاعمار الكبيره اللي هي خلينا نقول 50 سنه وفوق واول مره صار هاي الواردز هم نسوي لها ريفيرال. ليش؟ لان نخاف انه احنا بهيك اعمار ممكن الكانسر واحنا ما نقدر شو نسوي ديستينجوشينج بين الكانسر وبين الوارتس. فاحنا اللي اعمارهم فوق ال 50 نسوي لهم ريفيرال، واللي اعمارهم جوا الاربع سنين شو نسوي لهم ريفيرال. طبعا الابيرنس مالتها مثل ما نباوع انه هي الصوره موجوده، اذا تشوفون هذه المنطقه تكون مرتفعه ريزد وكوارتس يعني خشنه، وتكون الحواف مالتها شبيهه الريجولر. اكو ميزه نميز بيها الوارتس عن اشياء ثانيه هسه راح ناخذها. تشوفون هاي الصوره اكو نقاط سوداء بيها اللي هي شنو؟ هاي النقاط هي عباره عن بلاد فيزلز صار بي شنو؟ ثرومبس. الوارتس بالنسبه انه اكو بلاد سبلاي دي يجهزها، على عكس شنو الكورن اللي هو البسمار الجلدي ما بي بلاد سبلاي. فانت دائما من تسوي لها ابريجن او تجرحها ايش راح تطلع؟ تطلع دم او يصير بيها بليدنج. هاي النقطه واضحه، هاي حتى بعدين من ناخذ الكورن نعرف شلون نفرق بيناتهم. فاحنا هذا الكابيلاريز ممكن يكون بلاكند، يعني هو اصلا مجروح ومطلع دم وبعدين صار بيه ترومبس فصار نقاط سود بمكانه. اي وارتس غالبا يصير بيها بليدنج بدون سبب او بدون ابريجن بدون ما انت تحكه، هو اصلا صار عندك بليدنج ريكوايرد وات ريفيرال. هذا ممكن واحد من الساينز اوف وات كونديشنز سكين كانسر، لما هي يصير بيها بليدنج بدون سبب احنا وين نروح نفكر؟ بالسكين كانسر. واحنا مثل ما قلنا محاضرات الومن هيلث وغيرها انه احنا الكانسرز بالعراق كلش منتشره، فانت دائما حط الكانسر ضمن الاولويات مالتك من تفكر بشغلات. اي شغله انت مو كلش واثق منها وما تعرفها راسا سوي لها ريفيرال. يعني انت اقعد يم طبيب اورام وشوف البيشنتس اللي جوي وشوف هم شلون باديه حياه، يعني شلون السيريز اللي اخر شيء وصلوا بيها لستيج 3 وستيج 4. يجي يقول لك انا مثلا كانت عندي بسمار جلدي ورحت للصيدليه والصيدليه انطاني فلان شو، ظليت استمر عليه شهرين وسنه وسنتين وانتقلت من مكان لمكان وتغير لونها وظلوا يعطوني نفس التريتمنت وبالنهايه هو طلع شنو؟ سكين كانسر. وهاي هواي شغلات نشوفها. تفضلين. هسه احنا حكينا على الابيرنس مالتها، عرفنا شكلها وعرفنا شلون نفرقها عن غيرها. نجي هسه على اللوكيشن. بالغالب اللوكيشنز اللي تصير عليها وين؟ على الهاندز، هذا اللي هو البالم اللي هو راحة الايد، او ظهر الايد اللي هو على الاصابع، او ممكن تصير وين؟ يم الفينجر نيل، يعني يم الاظفر، او ممكن تصير وين؟ بالرجل. هذا مو هذا اخمص القدم، هاي شو سحوله؟ بلانتر. هاي سحوله بلانتر وارت اللي هي شنو هي الوارت اللي تصير وين؟ داخل اخمص القدم. بالغالب الوارتس هي بينلس ما بيها الم، لهذا يقول لك لما هي تكون بينفول وارتس ريكوايرد وات ريفيرال، لان هاي احنا رحنا الكانسر ممكن. بس البالمر وارتس راح يكون بي بين. ليش هذا البين يصير؟ يضغط عليه. هذا من راح انت تمشي على هذا المكان مو تدوس، راح الوارتس راح يدفع الجلد للداخل وبالتالي ايش راح يصير؟ يضغط على النيرف اندكس ويسوي لنا بين.
فاحنا عرفنا اللوكيشنز مالنا بالغالب هي وين على الهاندز راحه الايد او على ظهر الايد باك اوف ذا هاند على الفينجر نيلز او البلانتر وارت اللي هي بالغالب شي يصير بيها بين. قلنا انه احنا الهيومن بابيلوما فايروس شبي باكثر من سب تايبس بانواع كلش هواكو هاي ريسك وكلو ريسك. من الهاي ريسك هيومن بابيلوما فايروس هي اللي تضرب الجينيتاليا, هو يعتبر الهيومن بابيلوما فايروس انفكشن هي بارت اوف ذا سيكشوال ترانسميتد ديزيزز اس تي ديز. فاذا كانت الوارس موجوده بالجينيتال اريا ريكوايرد وات كوادريفيرال, واذا كانت بمكانات مثل الفيس هم ريكوايرد ريفيرال. ليش؟ لان الفيس انت من راح تسوي له تريتمنت ممكن شي يسوي لنا سكار, واحنا وجهنا مناقص سكارز من قاعه يعني. فانت بهي الشغلات كوارد واتر فيرا لان هو يحتاج شنو؟ يحتاج كير اكثر. فحسب اللوكيشن الجينيتال اريا والفيس وغيره ريكوايرد ريفيرا. البيشنتس اللي تصير عنده مالتيبل وارتس يعني اكثر من وحده بعدد كبير, بهيج حالات احنا ما راح نقدر نعالجها كلها وده نشوف انه احنا عندنا مشكله ممكن تستمر, فعلى هالاساس ريكوايرد ريفيرا. شنو ماكو شيء زين. نجي هسه على شغله ثانيه, الوارتس عرفنا شكلها, لما يتغير لونها او تكبر هاي ريكوايرد وات ريفيرا. هذا اللون يصير لونها براون او على حمار وحجمها كبير وإرريجولار إرريجولار إيش, هذا ريكوايرد واتر فيرا. هذا يعطينا ساينز أوف وات أوف سكين كانسر. إحنا ما نقول إنه هذا 100% سكين كانسر, حتى لو إذا هو 10% أو 15% هو 85% هو جزء شغلات بناين, بس إحنا هاي 10% تعتبر نسبة كلش كبيرة لهذا نسوي على أساسها رفيرا. فاحنا هسه شنو الشغلات اللي ممكن تقول لنا هاي سكين كونديشن لها علاقه بالسكين كانسر؟ تشينجينج بالكلر بعد, نعم, وبالسايز مالتها وبالبليدنج. وبالغالب احنا السكين كانسرز يكون كلش مالتيبل باكثر من مكان, فعلى هالاساس يدزوا للريفيرال. وطبعا احنا السكين كانسرز جماعتنا شويه عندهم فت كونسبت يقول لك بما ان هو بالسكين ممكن يشيلوه سيرجيكال وما يسوي لنا كانسر بغير مكان. هذا حكي مو صحيح. الكانسرز باي مكان ممكن يتكون, بستيج 3 راح يروح المكان قريب عليه, بستيج 4 راح يوصل للبلد ويسوي لك كانسر باي مكان ثاني, ممكن يسوي لك بالليفر, ممكن من الليفر يروح لللانج, ممكن من اللانج يروح للبرين الى اخره. كل الديابيتك بيشنتس required referral لما يصير عندهم وارتس. ليش؟ جانجرين. احنا عندنا شنو يعني الجانجرين وليش دا تصير؟ فد لحظة احنا دائما نسأل سؤال كلها تجاوب. هسا اللي يريد يجاوب خليه يرفع ايده ويجاوب. قولي ايه معينة. تمام. فإذا ظل هاي المنطقة ما صار إمداد دموي عليها. زين. ما راح يجي يعني إنفكشن. عاشت إيدك, هذا سبب. زين شنو علاقتها بالوارتس؟ إحنا بالنسبة إن الوارتس ريموفال خلينا نفرض إنه أولاً الحجم مال الوارتس راح يكون أكبر, راح يكون أكبر من الشخص النورمال. هاي أول نقطة. احنا بالليجز وغيره البيشنت ابو الديابيتس بعد فتره شي يصير عنده, يصير عنده نيوروباثي, صح؟ النيوروباثي واحده من اسبابها انه البلد سبلاي اللي ده يوصل للليجز ايش ده يصير بيه؟ قليل. لما راح يكون البلد سبلاي قليل في الهيلينج بروسس مالتنا شلون راح تكون؟ هم قليله. احنا التريتمنت اللي نستخدمه هسه راح نشوفه, احنا نجرح المكان نشيل هاي الطبقات مال السكن اللي هي انفكتد سكن, فهي بالغالب تسوي لنا الريتيشن وتدمر لنا السكن. فعلى هالاساس لما انت ما عندك هيلينج بروسس صحيحه انت ايش يصير عندك؟ دامج للليج. هاي نقطه. النقطه الثانيه, احنا مو بس الهيلينج, لما انت بلاد سبلاي ما دا يصير هوايه يعني انت الايفابوريشن التعرق والبرسبريشن اللي يصير عن طريق الليج شو يكون؟ قليل. فبالتالي هاي المنطقه راح تكون بالغالب يابسه
والجلد مالها شيء يصير بيه كراكينج ويتشقق وبالتالي ينطي ريسك انه يصير عندنا شنو سكندري انفكشن. كل هاي الشغلات خلت البيشنت ابو الديابيتي ابو الديابيتي ديابيتس بيشنت ريكواير دائما اي شغله لها علاقه برجل بيشنت ديابيتيك ريكواير ريفيرال. حتى البيشنت هم تعودوا ويقول لك انه انا اللي ابو السكر كل يوم بالليل لازم يقول لك شيك رجلك لان هو ممكن شنو داس على بسمار وما حس بيه، ممكن اكو داس بسمار داس قزازه حتى يحطون رجلهم على الصوبه ويشيلها وما يحس بيها فصار بيها دامج وراح يصير بيها انفكشن هو اصلا ما يعرف بالوضعيه. فاول بيشنت وذ ديابيتيك ريكوايرد وات ريفيرال. كل دقيقه عندنا 2 بيشنتس اراوند ذا وورلد يقصون رجلهم بسبب الديابيتيك فود فور فرايتي اوف ريزنز. واحده من عندها ممكن الوارتس تريتمنت اذا كانت بصوره خاطئه. زين غير الديابيتيك بيشنتس منو البيشنت اللي ريكوايرد ريفيرال؟ اللي هم ميون سوبريست بيشنت اللي ياخذون سايكلوسبورين مثلا، دول اللي عندهم اوتو اميون ديزيز كل السيفير وعلى اساسه ريكوارد انه ياخذون سايكلوسبورين ريكوارد ريفيرال. اللي مسوين رينال ترانسبلانتيشن ليفر ترانسبلانتيشن ياخذون سايكلوسبورين، الاميونيتي مالتهم قليله وهذا ايش بيه؟ فيروس انفكشن ممكن ينتقل لغير مكان بسهوله، ممكن يسوون سكندري بكتيريال انفكشن بسهوله. لهنا انا اوكي. قبل ما نطبع على التريتمنت نلخص اللي حكيناه، قلنا الهيومن بابيلوما فيروس هو الكوز، انفرق عن غيره من الكونديشنز من الكورنز وغيره انه بي كابيلاريز ومن نجراحه يطلع عندنا بلاد. الايج مالنا اللي هم فوق الخمسين وجوا الاربعه ريكوايرد ريفيرال. البيشنتس اللي هم عندهم يصير تشينجينج بالكلر او يصير عندهم بليدنج بروفوكت وذاوت اني ابريجنز ريكوايرد ريفيرالز. اللي changing بالسايز هم required referral. البين بدون cause هم required referral. الديابيتيك patients اللي ياخذون سايكلوسبورين دول كلهم required referral. هنا اوكي. نجي على treatment time scale. طبعا احنا التريتمنت تايم سكيل ما نشقد 3 months. واحنا عندنا مشكله بالعراق او بصوره عامه لما انت عندك فتره طويله من العلاج البيشنتس مالتك شلون الريسبونس للتريتمنت؟ تقل. الادهيرنس مالته شو تكون؟ قليله، لان جماعتنا يريد اخذ دواء خلال ايام يشوف فرق وهاي مشكله كلش كبيره. مثل ادويه القحه اللي مشتغل بصيدليه يجي يشوف الطبيب البيشنتس اللي عنده قحه دائما يجي يرجع له شرابات، استخدمت كل شيء وما فادني، استخدمت هذا وما فادني، رغم انه هي اسبوع او 10 ايام كلش كافي، فما بالك اذا هي 3 مانس. فعلى هالاساس اهم نقطه من تبدي بالتريتمنت ويا البيشنتس لازم تقول له انه هذا تريتمنت يحتاج شنو فتره طويله من الاستخدام حتى ما يقطع العلاج مالته. التريتمنت مالتنا الفكره مالتها ايش راح تسوي؟ مو عندنا سكن انفكتد وليفيت وصار بي ريز، نبدي احنا نموت هذا السكن ونيبسه ونشيله طبقة ورا طبقة، نبدأ نشيل بيها إلى أن نلغي كل السكن اللي هو أصلاً infected. واضحة الفكرة؟ فإحنا حتى نموت هذا السكن ونيبسه لازم نستخدم agent شو تكون؟ تكون irritant اللي هو مثل إيش؟ salicylic acid. طبعاً salicylic acid بيه هواية concentrations موجودة بالصيدلية، بس أنا بالنسبة إلي اللي أكثر واحد مفضله هو الكولوديان تايب. عندنا مثل موجود ointment صح؟ اونتمنت موجود والكولوديان موجود. شنو الكولوديان تايب؟ يشبه الصمغ بس ينحط على المكان راسا يصير بي ايفابوريشن للفيكلز مالته ويبقى هو وين لازق؟ لازق على المكان. قول عين اي اوكي. فاحنا هذا الكولوديان تايب بيز اوف ساسيليك اسيد هو بالغالب يستخدم. زين شلون يستخدم البيشنت؟ هم احنا قلنا لازم نقول تستعمل فتره طويله، بس طريقة الاستخدام هم لازم نشرح لإياها. أول شيء لازم ينقع رجله بمي وصابون فترة 5 إلى 10 دقائق. ليش ينقع بالمي؟ سويتي سوفتنينج وبعدين السالسيليك أسيد يقدر رأسا شي يصير؟ يصير بي بنتريشن، وبما أنه هو يعني السطح الجلد صار لين ممكن بسرعة شي يصير بي ينشال. فورا ما تنقع بخمس دقائق تستخدم هذا اسمه بامس ستون، يجي الخون الطبقه
اللي فوق. طبعا احنا بالعراق ما نستخدم هيك شيء، نستخدم هاي الحجارة السومرية مالتنا من زمان. اوكي، هي هاي اللي يستخدمها يشيل البارتس العلوي من الديد سكن. بهيج حالة انت هيئت السكن الموجود وانفكتد، انه شو يسوي عليه؟ يدخل عليه ساسيليك اسيد ويشتغل. يفضل انه انت من تحط الكولوديان تابش تستخدم مثل هاي مال صبغ الاظافر. ليه؟ حتى انت تبقيه على المكان وما يروح على المكانات اللي هي السكن النورمال. واضحه لهنا؟ زين زين. السكن اللي داير ما دايره اذا صار عليه ساسيليك اسيد ايش راح يصير بيه؟ هم راح يصير بيه اريتيشن ويدمر. فدار ما دايره شو تحط؟ سعله بتروليوم جل اللي هو من هو الفازلين. تحط فازلين داير ما دايره حتى شنو؟ ما يتاثر. وراها تبقي الى ان يبس وثاني يوم تلغي. اكو نقطه مهمه ويانا عيني. الاطفال اللي دائما يقرضون ايدهم او شنو يحكون المكان، لازم دائما ننبه الاهل انه ما يحط ايده بحلقه ورا ما يستخدم. ليش؟ لان الوارتس ممكن تسوي انفكشن تو ذا ماوث مثل ما دا تشوفون، وتصير انسايد ذا ماوث، وبالتالي ها كلش صعوبه. يلا نسوي لها تريتمنت. شلون هذا تبقى ريفيرال، هو يحصل سيرجيكال اوبريشنز وغيره لهنا. اوكي، فاز احنا عندنا بالسالسيليك اسيد التريتمنت مالتنا شلون تصير؟ اول شيء يحط رجله ينقعها بمي او ايده فد 5 دقائق الى 10 دقائق، تترطب المنطقه، يشيل السكن القديم، وبعدين يحط سالسيليك اسيد، وراها السالسيليك اسيد يعوف ينشف فتره الى ان يروح، وثاني يوم يعيد نفس الحاله. هاي لازم يسويها ديلي فور 3 مانس. يلا على اساس نشوف النتيجه. اكو علاجات ثانيه مثل الكرايوثيرابي. كلمه كرايو يعني شنو؟ تجميد. يجمدون السكن هذا الانفكتد سكن، وبالتالي يكون ايزلي تو ريموفد. طبعا احنا راح نشوف فيديو على الكرايوثيرابي. طبعا هذا بالشورت طبيب الجلديه، وهذا البيشنت عده 2 وارتس على ايده، وهذا هو عباره عن نيتروجين يجمد المكان مال الوارت. يظل يسوي الابلكيشن بين فتره وفتره، هذا كلش بارد، فمن يوصل على الجزء اللي بيه الوارت راح يتجمد. وعاده يعيدوها شنو؟ اكثر من مره. هسه خلص الاولى حط للثانيه، ورا شويه راح يرجع يحط للاولى، واكثر من جلسه يلا تصير التريتمنت. هذا البيشنت طبعا عنده اكثر من مكان انفكتد، يعني هسه هاي ايده انفكتد ورقبته هم بيها وارت. اذا نشوف رقبته هم بيها وارس، منين هاجتي؟ من ايده الرقبته، وهكذا. فاحنا ممكن تنتقل من مكان لمكان لنفس البيشنت، وممكن هي شويه بيها الم. هاي الكرايوثيرابي اللي يستخدموها. هسه خلصنا من الوارس، عرفناها لو لا؟ نجي هسه على الكورن والكالسز. الكورن بالنسبه لها اللي هم جماعتنا يصيحوا لها البسمار، فرق بينها وبين الكالسز راح نشوفه. ليش تصير الكورن؟ الكورن مو انفكشن، جلد دائما دا يصير عليه احتكاك او بيرنج ويز دا يصير عليه ثقل، فبالنهايه راح يقول انا شنو جابرني اتحمل هذا الاحتكاك والثقل اللي دا يصير؟ خب لا، اطلع كيراتين لاير طبقه فوق طبقه حتى من يصير عليه ضغط شنو؟ يكون اقل. فعلى هالاساس اللي راح يصير انه طبقات من الكيراتين تتكون باماكن الضغط، ومن نكشطها ما راح نلقى بلاد فازلز، مو مثل الوارت. هاي راح تكون شنو؟ طبقات من الكيراتين ببعضها. واضح الفرق بين الكورن وال هسه نجي شلون نفرق بين الكورن والكالسز. الكورن اول شيء يتكون بالمكانات اللي الجلد يطخ بيها بالعظم،
يصيحوا لها بوني اريا. وين اللي هي هاي اطراف؟ هاي الاطراف. هذا المكان اللي العظم ماله يكون واضح. هاي الاماكن اللي العظم مال مفصل يكون واضح. على عكس منه الكالسز. الكالسز يصير مكانات بها ضغط وما لها علاقه بيش بالبون. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه انه الكالسز يكون اكثر توسع عن ديفيوز من ايش؟ من الكورن. الكورن نفسها بيها تو تايب. اول تايب يصيحوا له هارد كورن اللي هو يصير على البوني اريا. واكو شيء يصيحوا له سوفت كورن اللي يصير بين من؟ بين الاصابع. زين هذا بين الاصابع هسه ماكو بوني اريا. ليش تصير عليها الكورن؟ ويا من؟ ويا الاصبع اليمين اللي هو عنده بوني اريا. صح؟ يعني الاصبع ليش هي غالبا تصير بين من؟ الاصبع الاخير والاصبع اليمين. الاصبع الاخير صغير فالعظم ماله يكون ظاهر فيطخ وين؟ يطخ بهذا المكان. احنا بالنسبه لنا سواء هارد كون او سوفت كون او كالسز البريفلنس هذا يا تايب اوف كون؟ هذا هارد كون. صح؟ المين كوز مالتنا هو الام بروبر شوز حذاء بالغالب قياسه مو مضبوط فعلى هالاساس راح يضغط على هاي المكانات. وين نشوفه؟ يعني انا شفت احلى كعب عالي موجود وعلى هالاساس اخترته. اللي جماعه اللي يلبسون الكعب العالي خصوصا كل ما يكون العلو ماله اعلى مثلا التسعه والدعش وغيره فعلى هالاساس الضغط ما راح يتوزع ويانا. الضغط ما يتوزع بصوره صحيحه. الضغط وين راح يصير؟ هاي من انا الجسم واقف وين راح يصير الضغط؟ هنا. هاي الاريا كلها ما بيها ضغط وين عندك ضغط؟ فهاي المكانات ايش راح يصير بيها؟ كالسز. اوكي؟ ايش راح تصير هاي الاريا اذا تتحمل ضغط كبير فجلدك يصير بيها؟ يتثخن هنا وهنا. زين الكورن وين راح تصير؟ اذا الحذاء من الامام او من الخلف يعني هو بس هذا القياس موجود وهي كان عاجبها وما تريد تنزعه فهذا المكان بوني اريا راح يتعرض للضغط فشو يسوي لنا؟ كورن. وهذا المكان بوني اريا فش راح يصير بيه؟ كورن. شوف الاصبع هيك هو محصور حتى تكاملت الكورن. صح؟ فاحنا الكعب العالي هو الام بروبر فوت وير هو من الاهم الاسباب. اوكي؟ طبعا لازم نوقف وقفه اجلال 5 دقائق للي يلبسون الكعب العالي واللي يتحملوا معاناه. فاحنا هاي عرفنا الكورن ايش وقت تتكون والكالسز ايش وقت تتكون. زين نجي نكمل. هسه احنا ايش وقت نسوي نعالج الكيسز وايش وقت نسوي لها ريفيرا؟ اذا واحد عنده اناتوميكال ديفكت مثل هذا رجله عوجه عنده اصبع طالع هذا انت ما تعالجه ايش تسوي له؟ ريفيرا. البيشنت الديابيتك ريفيرال بالوجه انت ما تسوي له علاج. التريتمنت تايم سكيل مالنا شنو؟ 2 ويكس. بالغالب بما انه هو طبقات جلد ميته وما اعرف ايش فالتريتمنت المفروض الفكره مالتها تشبه فكره شنو؟ الوارتس. هم السالسيليك اسيد هو اللي يستخدم ويستخدم بنفس الطريقه. بس احنا بالسالسيليك اسيد عندنا اكثر من كونسنتريشن نستخدمه يعني من 11% لحد 50%. كل واحد يصير عنده استخدام لفتره معينه، كل ما يزيد الكونسنتريشن شنو نتوقع بالديوريشن؟ الديوريشن تقل. نلقى هاي صحوا له بسام اللزقات مال البسامير الجلديه. هذا المكان بحوالي 40 يعني سالسيليك اسيد بكونسنتريشن عالي 40% او 50%. هذا ينحط على المكان مره او مرتين باليوم لمده اسبوع وبعدين من ينشال راسا تلقى البسمار الجلدي انشال. واضحه الفكره لو لا؟ نفس طريقة الاستخدام ينقع رجله ويشيلها إلى آخره. لهنا أنا أكو سؤال على الكورن أو على الوارتس. نجي على الاسكيبيز اللي هو الجرب. الاسكيبيز بالغالب أو هو بصورة عامة هو part of infection parasitic infection. كمل. باراسايتيك انفكشن احنا نحب ما نستخدم كلمه انفكشن بالشغلات اللي لها علاقه بالباراسايت نستخدم مصطلح شنو يصيح له انفستيشن. فاحنا مصطلح الام هي المايت مال ساركوبتس كيبي اللي هو بالغالب
يصير الكوز. شلون ينتقل السكيبيز من مكان من شخص لشخص؟ عن طريق الدايركت كونتاكت، متقاودين، واحد ايده مثلا واحد ايده على الشخص الثاني، متقاربين، كل هاي شغلات راح تخلي المايت اللي هي السكيبي انه تنتقل من جلد الجلد الشخص المصاب الى جلد الشخص السليم. زين، ورا ما راح تنتقل ايش راح تسوي؟ راح تسوي سحوله بارو، تدفن نفسها ولينج ايجز اندر ذا سكين، تحط البيض جوين جوا السكين، تحفر خط جوا الجلد تقريبا طوله نص سنتيم الى سنتيم سحوله البارو، هنا تدفن الليجز مالتها. الايج تاخذ لها فتره حوالي 14 يوم حتى شو تصير تسوي لنا ماتشور مات وتكمل الدوره مالتها من جديد. لهنا عرفنا السايكل شلون ماشيه. زين، المشكله وين؟ المشكله انه احنا الايج تاخذ 14 يوم حتى تنضج، بس السيمتومز ايش قد تاخذ وقت يلا تطلع؟ 4 أسابيع الى 6 أسابيع، يعني انت تبقى شهر كامل صار عندك 2 سايكلز اور 3 سايكلز، وانت بالنهايه ما البيشنتس ما حاس بالشنو بالسيمتومز. الميجر سيمتومز اوف سكيبي شنو؟ اتشينج، سيفير اتشينج. بعد هو مرات ايش قد ما يحك ممكن شنو يجرح المكان. فهاي شغله كلش مهمه. تشوفون هذا الخط الصغير وهذا، واكو واحد هنا هذا هو البورو. زين، الحساسيه ليش دا تصير عندنا؟ ليش دا يصير عندنا الاتشينج؟ الايج هذا هي ماذا بدها تسوي؟ لينج اوف ذا ايجز، ويا الايج تسوي لينج اوف ذا فيكال ماتيريالز اللي هي اصلا عندها. الفيكال ماتيريال راح تحفز لنا انه نسوي لنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وهذا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن هو اللي راح يسوي لنا الايتشنج. بما انه هو طول فتره 6 أسابيع يلا ظهر هذا، يا تايب من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن تو اخذتوا اميونيتي صح؟ هذا ديليت. اوكي زين، هذه سحوله ديليت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو يا تايب 4 اللي هو ياخذ مو من البدايه، ياخذ له فتره يلا يطلع. طبعا ضحكتكم مع الناس مجابه بالاميونيتي. اوكي، لا ما احنا على مود الكاميرا مو على مود. زين، هسه احنا لهنا عرفنا الفكره مالتنا شنو؟ احنا السيمتومز مالتنا بالغالب هي قلنا هي الايتشنج، هاي البروميننت سيمتومز، وتنتقل من شخص لشخص عن طريق الدايركت سكين كونتاكت. بالغالب نلقاها وين؟ نلقاها بالمكانات الفقيره، هاي البور كوميونيتيز اللي مثلا الغرفه بها 27 سوى. السجون، دائما السجون خصوصا احنا بالبلدان الفقيره نلقى انه السجون السكيبيز الانتشار مالته كلش كبير، لان واحد فوق واحد صارين بنفس السجن فيصير الانفكشن انفستيشن. نجي هسه على الاسسمنت اوف ذا بيشنت. اهم بروميننت سايت سان شنو هو؟ برورايتس راح تكون سيفير، وبالغالب ات وورسنينج ات نايت اور افتر باثينج، ورا ما يغسل او بالليل تكون الحكه كلش شديده. اللوكيشن مالتها وين؟ احنا ممكن الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن او الحساسيه مو السكيبيز، ممكن شنو؟ ممكن ديرماتايتس صح؟ اتوبيك ديرماتايتس، مثل هذول اللي يلبسون ساعه جلد وهذا الجلد يسوي حساسيه وين؟ على الايد. او ممكن لا، هذول اللي يستخدمون مساحيق تنظيف مثلا تايت معين بالهدوم باقي من جزء يجي يلبسه شو تصير عنده حساسيه، فلازم نفرق بيناتها. بالغالب البروز هاي وين تكون موجوده؟ بالجلد اللي يكون شبيه متطوي، او بالجلد اللي شو يكون متغطي اللي هو وين؟ between the fingernails. الريست هاي مكانات اللي انت تغطيها اللي هو تحت الابط، كل هاي مكانات البوتلوك الجينيتال اريا، كل هاي دائما نشوف بيها اللوكيشن اوف ذا راش. على عكس الديرماتايتس، مثلا عندنا بالديرماتايتس يكون مكانات مثل ايش؟ هذا الديرماتايتس، هذا مو سكيبيز، ياخذ وين المكانات الظاهره اللي هي الالبو والنيز، فحتى تفرق انت بين واحد وواحد. هذا هو شنو هو؟
هذه صحولة أتوبيك ديرماتاتس أو الليرجيك كونتاك ديرماتاتس، هاي حساسية مثلاً من مسحوق تنظيف اللي 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 مثل اللي تغسل هدوم أو تغسل المواعين وعدها حساسية من منتج معين ممكن تكون بهالشكل هذا. أكو ناس عدها حساسية من الذهب، فالمكانات اللي يلبس بيها الذهب لا من صدق يعني اللي مثل حلقة أو سلسلة تكون بيها شو اسمه. نجي نكمل احنا بالنسبة انه نشوف صورة واضحة للبروز اكثر. تشوفون هذا الخط، هذا برو، ذاك الخط هذا هم فيك الماتيريال او ايج. نجي نسأل على الهيستوري اوف ذا بيشنتس. بالغالب السكيبيز ممكن تاخذ لها فترة 6 الى 8 اسابيع يلا تبين شنو السيمتمز مالتها. فاحنا خلال هاي الست اسابيع احنا بالغالب اكو فرد ثاني انت كونتاكت عندك وياه صار بي انفكتد، صار انتقل السكيبيز من شخص لشخص، لهذا العائلة كلها لازم شنو تتعالج. فهي شغلة مهمة نحطها ببالنا. هاي المكانات اللي بالغالب تصير بها انفستيشن اوف ذا سكيبيز، هذا الريست والبتوين ذا فينجر نيلز، وهاي المكانات الاري اللي بالغالب تكون مغطاة او بها فولدنج اوف ذا سكينز هي تكون سايتس اوف انفكشن. شو وقت نسوي ريفيرال؟ اول شيء لما تكون الاتشنج كل السيفير بحيث البيشنت سوى ده يجرح نفسه وبالتالي صار عندنا سكندري بكتيريال انفكشن، ممكن شيء يصير نلقى كراست وباس وغيره ويلو ديسشارج، كلها هاي ريكوايرد وات ريكوايرد ريفيرال. بالغالب الحساسية أسرح نحكيها بعدين إذا كان الأعمار الصغيرة. الفيلد ميديكيشنز هم ريكوايرد، إحنا دائما في كل مكان نقول لكم ريكوايرد ريفيرال كتبونا فيلد ميديكيشن، هاي حفظوها يعني ما يراد ريكوايرد ريفيرال فيلد ميديكيشن، فيلد ميديكيشن ريكوايرد ريفيرال. بس إحنا عندنا بالسكيبيز نحط ببالنا نقطة إنه أنت اللي تريد ما تنفسها هم تسوي لنا شنو إيتشينج. فيقول لك دائما أول استخدام of the treatments ممكن الاتشنج شي يصير بيها تكون اعلى من قبل، فهذا مو سبب انه يقطع العلاج. وحتى ورا ما يصير عنده كيور راح يبقى فتره اسبوع تقريبا الاتشنج بعده مستمر، هذا ما له علاقه بالتريتمنت فيلير. هذا شغلات لازم البيشنت يعرفها. ايش قد التريتمنت تايم سكيل مالتنا؟ احنا التريتمنت تايم سكيل مالنا بالغالب 2 ويكس اذا ما صار عندنا كيور ذاك الوقت ريكوايرد ريفيرال. نجي هسه احنا عندنا شنو المانجمنت؟ عندنا 3 دراجز بالغالب تستخدم، اكثر واحد مفضل هو من هو بريماثرين كريم، هو بي كونسنتريشنات معينه بس 5% هو اكثر واحد يستخدمه. الكيور ريت مالته كلش عالي وريزيستنت قليله على عكس المستحضرات القديمه، لهذا ايش نعتبره هو الدراج اوف تشويس. زين شلون يستخدم البريماثرين كريم؟ لازم يدهن جسمه كله من النيك وانت نازل، يعني احنا عاده النيك والفيس والسكالب هاي قليل انفكتد، فيدهن جسمه كله من النيك وانت نازل. ولازم شو نقول للبيشنتس او مثلا اذا هو طفل والام هي اللي تدهن له، لازم تنتبه على المكانات اللي هي وين بتوين ذا فينجر نيلز، هاي المكانات اللي بالغالب تكون خاتلة، هي هاي أهم بارت تعيش بيه المايت. فإحنا البريماثرين كريم لازم انتاير بادي فروم ذا نيك وانت نازل. الأعمار الصغيرة اللي هم سنتين عمر طفل عمره سنتين أو الأعمار الكل الكبيرة ممكن النيك هم انفكتد والسكالب والفيس، فلازم شي يسوون حتى هاي المكانات شي يسوون هي يدهنوها. حتى هاي ورا الاذان او على السكن اوف ذا اير هاي كلها شغلات ريكوايرد كير. زين بما انه هو راح يدهن جسمه كله فقد راح يحتاج عصارات؟ يحتاج عصارات هوايه، هاي شغلات لازم نحطها ببالنا. واحنا الناس اللي الشغله اللي لها علاقه بالسكيبيز البيشنت شو يكون حرج انه يحكي ويا الصيدلي، فانت لازم يعني تامن له برايفسي، يعني تاخذه على صفحه وتحكي وياه، مو مثلا انت قاعد وبعدين صح له حسون رايد 4 عصارات جرب للجسمه ما ترهم، فانت لازم تاخذه على صفحه وتحكي وياه. هاي شغلات كلش مهمه وتقول له انه هي هاي شغلات عادي وتصير وتنتقل بالمدرسه وتنتقل من شخص لشخص، واحنا جهالنا بالبيت كلهم جربانين ومن الحشيات حتى على الاساس
حتى على الأساس هو البيش شو يكون؟ يكون شوية مرتاح. فهاي شغلات تحطها ببالك. طبعا احنا قلنا البرايفسي بهيجي شغلات اتس فيري امبورتنت. غير البرمترين كريم كان من هو قبل يستخدم البنزل بنزويت. البنزل بنزويت هسه الاستخدام ماله اقل من قبل لان الكيور ريت ما تشبيه قليل مو مثل قبل. بس البنزل بنزويت شنو طريقة الاستخدام مالته؟ هو نفس الوضعية من النيك وانت نازل تدهن الجسم. بس احنا بالبرمثرين كريم ورا ما يدهن جسمه وينشف شوية الكريم على الجسم يبقى 8 ساعات الى 12 ساعة ينام يقعد ثاني يوم شي يسوي يغسل جسمه. البنزل بنزويت ورا ما يدهن جسمه يبقي ما يغسله كون الطبقة of the بنزل بنزويت على الجسم. يوم ثاني يوم نفس الحالة هم يدهن جسمه هو عبارة عن لوشن بالغالب وثاني يوم يبقي ثالث يوم يلا ذاك الوقت شي يسوي يبدي يغسل لأن يحتاج لوقت يلا يشتغل. إذن هذا شلون راح يدهن جسمه؟ ممكن بقطن بس لأن السالفة ممكن شوية تأخذ وقت. ممكن يدير اللوشن بباول اللي هو بسطلة وفرشة مع الصبغ صغيرة وعلى أساسه يأخذ لا من صدق مو شو اسمه من صدق والله يعني أنت تأخذ وقت طويل يعني السكين سيرفس إيريا كبيرة يعني أنت مو مال تأخذ هيك بقطنة وتخلص لا بفرشة صغيرة وعلى أساسه شنو تدهن الجسم كله. البنزل بنزويت ممكن يسوي لنا إريتيشن وغيره وإحنا قلنا إنه كل الأدوية ما كل الأدوية اللي هي سكيبيسايدز هي شو تسوي لنا إريتيشن. فدائما انه يتاخذ لها وقت يا الله تروح الحساسيه. اليوركس كان قبل يستخدم ويانا عيني اليوركس كان قبل يستخدم بس هسه قالوا انه هو فيرد ميديكيشن ونستخدمه بس حتى نعالج شنو الحساسيه ولا هو ما له علاقه يعني هو مو تريتمنت اوف تشويس فور ذا سكيبيز. براكتيكال بوينتس نركز عليها التريتمنت لازم شو تكون ديلي تاخذ وقت طويل يا الله تشوف الـ 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 العلاج على مود هاي دائما ننبه عليها البيشنت على مود الادهيرنس. الشغله الثالثه انه انت بعد فتره تاخذ اسبوع وترجع تعيد العلاج من جديد حتى اذا اكو مايتس بعدها او اماتشور اكس خلال الفتره هو تكون. كل all the family members should be treated لان احنا ممكن واحد هو infected بس ايش بي asymptomatic. اكو نقطة مهمة يقولون انه انت هذا البيشنت ابو السكيبيز مناشفة ببحت الشغلات اللي هو الفراش مالته والحفان والمعرف ايش هذا كله لازم شو تكون واحد. رغم انه الاستدي شو تقول انه المايتس من تطلع من الهوست مثلا وراحت على الملابس ما تقدر تعيش اكثر من 24 ساعة حتى تنتقل مرة ثانية. بس رغم هذا يقول لك حتى لو اذا احنا عندنا لو ريسك اوف انفكشن عن طريق الهدوم والملابس وغطى الفراشات وغيرها هاي كلها ريكوارد شنو نحن ننبه عليها حتى ما حد يستخدمها شخص ثاني. هذا كل شيء على السكيبيز بعد ما عندنا شيء. عندكم سؤال؟ هذا بالتوفيق يعني.